أولا شكرا دكتور سامي على أهلا وسهلا. الاستضافة، ودعني أؤكد أنه أنا في هذا الحديث وفي هذه الطلة معك في استضافتك أمثل نفسي ورأيي الشخصي ولا يمثل أي رأي رسمي. صحيح. أنا حزين جدا على ما نراه في لبنان، ولست متفائل بشكل إلا أن ينجح العقلاء في دفع مسيرة الانتخابات إلى ما هو أفضل. جميعنا نلاحظ ان هناك يعني انه في انسداد في سياسي في لبنان، واسبابه كثيره، منها التوتر السياسي ومنها الشحن الطائفي والمناكفات والاصطفافات السياسيه التي هي تعتبر هي الاسباب الرئيسيه وادت الى عدم التوافق بانتخاب رئيس ينقذ ما تبقى من لبنان. وامل ان يفكر العقلاء الى ما وصل اليه لبنان، يعني وليش وصل الى هذه المرحله من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمصرفي وامور كثيره. لا يعني لو طيب. لو يفكر السياسيين فيما مضى في العهد الماضي بفرض رئيس معين ماذا استطاع ان يعمل للبنان. فالان هذه المرحله مصيريه، وهنا اقول يعني انه غدا سيكون كما يقال تدق ساعة النوايا، وإن شاء الله أنها نوايا حسنة لإنقاذ لبنان. طيب سعادة السفير، يعني ربما الجزء الثاني من السؤال، وأسألك حتى على المستوى الشخصي، تعرف جهاد أزعور وتعرف سليمان فرنجي، برأيك لو كنت لبنانيا لمن تصوت ولماذا بين الاثنين مثلا؟ أولا أنا أعرف الرجلين و كان لي شرف مقابلتهم والاختلاط فيهم في عدة مناسبات أثناء وجودهم في لبنان، وكلاهم يعني مسيحيين ومارونين بامتياز وفيهم إن شاء الله البركة لبلدهم. ولكن إنه يعني لا أسمح لنفسي بأن أقول هذا أفضل من هذا، لأنه هذا قرار اللبنانيين أنفسهم، وبالتالي عليهم أن يرون من يستطيع أن ينقذ بلدهم ومن هو مقبول في الداخل وفي الخارج. وهذه نحط تحتها خط، لابد من ياتي في هذه المرحله رئيس مرحله انه يكون مقبول في الداخل وفي الخارج. فالاثنين ان شاء الله فيهم بركه، واتمنى ان شاء الله اللبنانيه تاخذ القرار المناسب لما يخدم مصلحتهم. يعني افهم منك انه حتى سليمان فرنجي مقبول في الداخل والخارج وليس فقط جهاد أزعور. أنا ما يعني شوف لا أستطيع أن أقول أنهم مقبولين في الداخل والخارج، أنا أقول الصفات التي يجب أن يختاروها اللبنانيين أو أقترح أن يختاروها اللبنانيين، أن يكون رجل يستطيع أن يجلب الخير للبنان من الخارج وأن يثبت الداخل وأن ينهي الانهيار الذي يعاني منه لبنان، هذه المواصفات دون أن أسمي أي شخص من مع احترامي الكبير لكلاهما يعني. ولكن سعادة السفير، كنت قبل فترة لك تصريحات مهمة ومقالات جميلة جدا، ووصفت يعني شروط الرئيس المقبل، في مثلا مقال لك تحت عنوان رئيس صنع أو متى رئيس صنع في لبنان، ومعك حق، لأنه للأسف كل رؤسائنا بدون استثناء 13 رئيس عمليا صنعوا في الخارج. تقول: ليس لأني أمضيت بضع سنوات سفيرا لبلاد الخير والطمأنينة واحترام الذات الإنسانية المملكة العربية السعودية، لدى لبنان بلد الطبيعة الجميلة بحرا وجبلا وسهلا ونهرا، كما بلد الثقافة والتآخي بين طوائفه، أحزن لما آلت إليه الأحوال فيه نتيجة تقديم أسلوب التحدي ومفرداته على ما هو عكس ذلك. وتقول إن متعاطي الشأن السياسي والحزبي والحركي والتياري في لبنان أمسوا دون قواعد العمل الموجب تأديته بحسن النية للشعب وبالتالي للوطن، وإذا كان الطرف الذاهب إلى الحوار يتمسك بالموقف الواحد ولا يتقبل المناقشة، أي بما معناه أنه سيذهب إلى الحوار ليقول هذا موقفي الذي لا مجال لأي تعديل فيه، هنا تصبح الدعوة إلى الحوار رفع عتب. أرى العلاج في صيغة مجلس حواري قوامه رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية يدعون إليه بصيغة بيان يحمل توقيعهم كل الأطياف الحزبية والتيارية والحركية. بات من الواجب درءا لما قد ينتهي أعظم شيء لا قدر الله، بات من الواجب انتخاب رئيس يتسم بالحرص على وطنه، يصدق القول، يمارس الخبرة، يشهر سيف سلطانه ضد التحزب والفساد والطائفية البغيضة، يعمل بتنسيق مخلص ووطني مع حكومة تعزز العلاقة مع المحيط العربي،
تستعيد الثقة به من المجتمع الدولي وتنخرط على نحو ما تعيشه بعض دول الأمة في البرامج الاستثمارية. رئيس صنع في لبنان، وقلت أيضا أنه أنا يعني لا أرى أنه يجب على طرف أن يفرض فرضا رئيسا، وكنت تعني الثنائي. هل بذلك تعترض على ترشيح سليمان فرنجي شخصيا؟ أنا ما أعترض على أي أحد، أنا أعترض على المسيرة التي يسلكها كل السياسيين في لبنان، وأحزن عندما أرى أن المحيط فيهم يتغير. يعني إذا تسمح لي بس، أنا أرى أن هناك رؤية، وخاصة رؤية سعودية ثاقبة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تصب في مصلحة ما تصب في مصلحة الشعب السعودي فحسب، ولكنها نظرة شاملة لمحيطنا العربي والإسلامي. فاتفاق الصين والمصالحة مع إيران ودعوة الرئيس الأسد لقمة جدة وعودة سوريا للجامعة العربية وجهود سموه بالاستمرار في السعي إلى تصفير الخلافات في المنطقة، كل ذلك سيجعل لبنان أمام خيارات صعبة. فأما أن يتعرض لبنان لمزيد من التوتر السياسي والشحن الطائفي والخطر الأمني والمزيد من التدهور الاقتصادي، وأما التوافق على انتخاب رئيس مقبول في الداخل والخارج ووضع حد للاستعصاء الحاصل واستعادة دور المؤسسات الدستورية وإنقاذ لبنان وإعطائه فرصة للحاق بما يجري في المنطقة من تحول إيجابي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي سينعكس على لبنان وعلى اقتصاده. وأرجو أن لا يكون إخواننا في لبنان بعيدين عن واقع ما يجري في المنطقة من تغيرات وتحول إيجابي. ولذلك من خلال برنامجكم وقناتكم المحترمة أتوجه بكل محبة للأخوة اللبنانيين، وخاصة القوى السياسية المتحاربة، بأن يفكروا جيدا فيما وصل إليه الشعب اللبناني بكل طوائفه، ما في أحد مستثنى، كل طوائفه بتعاني في حياتها اليومية، وإلى أهمية وحساسية هذه المرحلة. طيب. وما تتطلبه من حكمة وثبات واهتمام. أوكي. جميع الدول المحبة والصديقة اللبناني يا دكتور غانم تتطلع إلى أن ترى لبنان في حال أفضل من وضعه الحالي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد. طيب. هذه أعمل رسالة أن تصل إلى كل إخواننا، وهي رسالة محبة وليست أنا لا أعلم اللبنانيين، هم أكثر منا وأفضل منا وعارفين المصلحة. حتما وصلت. قبل أن أعطي الكلام للسيدتين معي في الأستوديو لو سمحت لي، دعني أسألك سؤالا يعني مش أخير ولكن سؤال إضافي ومباشر. هل من خلال خبرتك ومعرفتك، حتى لو كنت تتحدث على نحو شخصي، السعودية الليلة عشية الجلسة ليس لها أي موقف، لا تؤيد ولا تعارض أي من المرشحين، هل نستطيع أن نقول ذلك؟ أنا أعتقد أن المملكة تركت القرار للبنانيين، وبالتالي ما سيحدث في البرلمان غدا هو يجب والأفضل أن يكون قرار لبناني بحت، وأرجو أن يكون قرار إيجابي، وأرجو أن نرى ممارسة نوع من الديمقراطية، من فاز يفوز ومن لم يفز يقبل الخسارة. يعني هذه الدول، هذه طبيعة الديمقراطية في العالم كله. صح. آمل أن تكون العدوى وصلت إلى لبنان، أن نرى إخواننا في لبنان يباركون لبعض، يبدأوا مرحلة جديدة لإنقاذ لبنان إن شاء الله. على كل حال نحن رح نستفيد من محبتك للبنان أن تبقى معنا كل هذه الحلقة مع السفير. أعزائي المشاهدين،